السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كي داير الاحوال؟ نتوما لاباس عليكم؟ توحشتكم يا حبي. مين تختي عند زوينه دير ما بقيتوش تبعنا، بقيتو تخوفوا يا عمري. السهره ديالكم ما عرفت كي راه واقع لكم. بزاف الدريات اللي قال لك اخويا ابراهيم الشعر ديالنا باقي يطيح، تساقط الشعر، وكاين اللي قالت لك شعري كاع نسل وكلشي. احنا الشعر ديما اما تكون عندنا الغده الدرقيه، سمعوا مزيان، الغده الدرقيه او القولون العصبي او السحر كالين او لا خادمين. شي مره كيشدوا الشعر ديالكم، كيشدوا الصوره ديالكم، وما نبغيش نبين بزاف ديال الحوايج، وكيخدموا شي حوايج وكلشي ويدفنوه وديما يبقى يطيح، فهمتوا؟ المهم حنايا باش نعالجوا الشعر ديالنا ديما نغسلوه مزيان، بعدوا ديك الصباغه اللي فيها المواد في ذاك الخنز حاشاك وكيسميته، بعدوا ديك الصباغه. راه عندكم في الدول العربيه صباغه طبيعيه، كاينه ديك الصباغه ديال الحنه ثاني كي راه فيها مواد كيميائيه، يعني فيها مواد تاهية، واخا تقولوا ديك الحنه وكيسميته. اللي بغا دير الحنه تشريها على يدها ودكها على يدها، راه كاينه الحنه الكحله كاينه كيسميتها ودكها على يدها. راه كاينه واحد شي حنه كتجي من الهنود ورق وكيسميتها كيقولوا كحله، انا غير قالوا لي هذيك تشريوها راه تلقاوها في الدول العربيه. ثاني كاين من تمشيو للكوافورات عسو ريسانكو، ديما نقولها لكل اللي بغات تدي البروسه ديالها تدي البروسه ديالها. في كيسميتها في الحمامات من يكون عند كل عائله وكيسميتها ديما الشعر ديالكم تجمعوه وتجيبوه معاكم وتشوفوا فين ترميوه، هي ترميوه في البحر باش يطوال او لا في الواد، ما ترميوهش في السطح. حوايجكم ديما ديروه. قالت لك وحده يا خويا من يكون عندنا الحوايج قدام ونبغيو نصدقوه فين نصدقوه؟ الحوايج من يكون عندك قدام والكسوه ديالك والله ما تصدقيه لا على جيرانك ولا اللي يعرفوك ولا العائله ديالك، لان يخدموا لك السحر فيها. ما عمرك صدقي لا الجيران ديالك ولا العائله ديالك ولا كسمته، صدقيه لشي ناس اللي ما عمرك شتيهم. سيري للزنقه تلقاي شي طلاب واعطيه له، لا كسوتك ولا كسوت ولادك، ما تعطيهوش لا لخوالاتك ولا لخواتاتك ولا، لان كيديروا فيه السحر. شت بعين حذر حذر. الكسوه القديمه اللي ما بقى ما بقيتوا تستعملوها لا كسميته، تشدوها وتعطيوها لشي وحدين اللي ما تعرفوهوش وما عمركم شدوه، مشيو لدوك الطلاب ولا كسميته وتعطيوها هذوك اللي ما خدموه. بصح الجيران الاصدقاء الصديقات الخوت العائله بنات الخاله بنات الخال يخدموا لكم فيها نهائيا، ما نقولها لكوش، راه ما بقاش ذاك الحال اللي كان بكري. حنا عندنا تساقط الشعر، تساقط الشعر تعني كاين خاصنا تغذيه ديما مزيانه. راني نقول لكم اللي عندها تساقط الشعر القسط الهندي مطحون ما عمره يخطا، ديما تاكل مع علقه صغيره في النهار، ديما الا بغات دير نهار بنهار معليش دير نهار بنهار، ديما القسط الهندي يا ديرها في الحليب يا ديرها في الشاي يا ديرها ثاني كاين في الماكله في حريره ولا كسميتها وتاكلوا، راه زوين بزاف القسط الهندي كيساعد بزاف على تساقط الشعر. حنايا عندنا وصفه كانت ديرها الجده ديالي وما شتا شي واحد دايرها، وغادي نقولها لكم غادي تقولوا ابراهيم مهبل وتسطى وكيسميته. حنا عندنا الحمام، الحمام اللي كيطير يعني كيطير، عندنا الحمام العش ديالو، لكن حاشاكو كاين العفن ديال الحمام يعني الزق، حنا في القريه ولا العربيه نقولوا الزق. قالت لك وحده عروبي وشايب وقرع ومسط، يعني كل شيء في يحو، وانتي بنت المدينه وعندك شهاده وداخله اليوتيوب، واش داخله دير؟ بصح الا ما حشمتيش غادي نقول كل شيء ناس القريه والناس العربيه بحالي يقطعوا عليكم الفارين الحليب الزبده كل شيء، هذه المسائل كل شيء المنتوجات من كاتش كاتجي من الناس العربيه حب. انا لا قلت له غادي يقرفوا ويديروا انتخاب عليكم يقرفوا يقتلكوا الجوع. مين تعلبت المدينه عندها شهاده بقاو فيا من ما توظفوش، ولكن كتدخلوا تعايروا، راه ما بقاش الشهاده، بقات لي هنا وبقات هنا للقلب. ها القلب في اليسار عاود تقول تنك ابراهيم كسمته، راه بقات للقلب والاعمال والخير، ما بقاتش الشهاده وتقولي لا هذيك تا انت غاديه تشيبي وباك شايب وامك شايبه واختك شايبه وكل شيء كاع نشيبو، اللهم لك الحمد ما عمرو سبخت. ها كل ما يسبوني طير لي شعره وتبيض شعر. تخفوا عليا الذنوب. حنايا عندنا العفن، العفن هو هذا ديال الحمام،
هذا زوين للتساقط الشعر واللي ما كيخلفش الشعر ديالها نهائيا. كي قالت لك وحده خويا ابراهيم عيط لنا مشطه الا مشطه يمشي بالهاك ولا مشطه يمشي بالهاك وقعد نتف. هذاك ثاني كينمس السحر الغده الدرقيه القولون العصبي الاعصاب ثاني كاين حنا غنتعصبوا يطرو 10 ديال الشعرات مقلد شي وكسميته. بصح خاصنا نتهلاو في الشعر ديالنا، ما نغسلوه بالماء سخون ما نغسلوه بالماء البارد، يعني متواضع. انا والله لما كنا في القريه شحال من مره غسلت بأومو، هذاك أومو غسلت به وما كانوش يشريو لنا البومادة ديال السنين، والله الا كنا نغسلوا في الصابون البومادة تاع السنين. وكانت الوالده كلشي تبلع عليه، كلشي كان عندنا كلشي كتبلع عليه، والله الا كنت نغسل شعري بالصابون وكان قوي وكلشي. ومن بقينا نخدموا شامبو خلط هذا وخلط هذا الثاني كي نخلط هذه خلط هذه خلط هذه الصباغه هذا الشامبو هذه، يعني ثاني كي كيطيح الشعر. خاصكو ديروا غير شامبو. كاين واحد شامبو ديال الدراري الصغار هذاك جونسون، هذاك تستعملوه زين ما فيش الكيميائي، يعني ما فيش مواد اللي كتحرق لك الشعر وتضيع لك الشعر وتضيع. هذاك زوين بزاف وغادي نوريكم الشامبو واش ديروا فيه. حنايا عندنا العفن هو واحد ديال الحمام، تشريوه مع عند اللي عنده الحمام، تمشيو عند العشاب تلقاوه عند العشاب. شحال من وحده تقول لك غير ندير شي عشبه ويقول لك فين نلقاوه، غادي تلقاها عندي يا حبي. والله سيري عند القزار، القزار عنده واحد الجنويه هنايا وراه مسطي متخطي الدم وكسميته وضرب عفريت وزايده الجن العاشق وزايده متخلطين كاع الجنون عند داك القزار. وسيري سقسيه على الاعشاب وكسميته يجبد لك داك كسميته باش يهنيك من الدنيا. وكل شيء عند العشاب يا عباد الله، كاع اللي كنتكلم عليه عند العشاب. العفن تلقاوه عند العشاب، كل شيء تلقاوه عند العشاب. وإلا ما لقيتو الجيران كل عنده الحمام تشرو عليه، ولا باغي نديرو غير الشعر ما باغي نسحرو، لا ولا هو ما يسحرو به ما يديرو به حتى شي حاجه. حنا غادي نجيبو هذا نقيوه داك الخش، نقيوه مزيان من العواد وكيسميتها، غادي نقيوه مزيان وغادي نجيبوه نطحنوه مزيان. غادي نطحنوه مزيان بحال الحنة، بحال إلا حبي غادي ديري ليديك ولا غادي دير رجليك وتغرب ليه مزيان. من تغرب ليه حنا غادي نجيبوه معيلقة كبيرة ديال المسك الأسود. المسك الأسود نتوما راكو كاع نسيتوه، هو راه دقة بطلة الشعر اللي كيطيح الشعر ديالها وما كيزيدش. غادي نقول لكم عاوتاني كي كديروا له بوحده، غادي نجيبوا حنايا معلقه كبيره ديال المسك الاسود. هو هذا نشري لكم هاد الطباسه زينين باش يبان لكم، ها المسك الاسود. غادي نجيبوا معلقه كبيره ونطحنوها ونخلطوها مع هذا مع العفن، يعني الزق ديال الحمام. من نخلطوها مزيان وكل شيء ثاني كنعاود نطحنوها مزيان باش تخلطنا مزيان، لان هذا خاصنا نطحنوه مزيان مزيان. مين غادي نطحنوه؟ غادي نجيبوا حنا اي زيت، نجيبو شويه ديال الماء سخون، ما يكون سخون ما يكون بارد، نجيبو سخون وغادي نعجنو بهاد العجنه، غادي نديرو لها بحال الحنه يجي مطلوق. وغادي نخلطوه يا زيت الحرمل يا زيت خزامه يا زيت الزيتون يا زيت تا خيراسول، يعني غلب الشمس، اي زيت عندكم ديرو. بصح اللي عندها زيت القطران زين، زيت الزنجبيل، زيت القرنفل، يعني اللي عندها، او زيت الخروع، او زيت كسميته زيت السده. المهم اي زيت عندكم تخلطوه كسميته، دير واحد المعلقه كبيره وتخلطوا كل شيء هذا وديروه جاري، يكون شعركم مغسول، الشعر ديالكم يكون مغسول. من نغسلوه مزيان ديالنا الشعر ونشفوا شويه غير شويه كسميته يبقى فازك شويه كسميته، هذا يكون بحال الحريره، يعني باش يلتصقنا. غادي نجيبوه حنايا ونديروه في الشعر ديالنا كامل هنايا، غادي تكون واحد شويه الريحه معليش. المهم الشعر ديالك غادي يكون مزيان، هذه رانا كنا نديروها لخوالاتي لكلشي، غادي نديروها مزيان في الشعر هنايا. وغادي نجيبو واحد ندير واحد 10 دقائق ولا ماشي، غادي تطليها وتمشي خاصها يدخل للجذور وكسميته، والشي الاخر ثاني كالشعر الطويل ثاني كنتعمري وكسميته، وتجيبي ديري باتشا ديري واحد البلاستيك يعني ميكا وديري عليه ثاني كاين واحد الفوطه ولا كسميته ولا الزيف ولا كسميته، وديريه وتخليه جوج سوايع حتى ثلاث سوايع، واللي ما قدرش ديره غير ساعه. وثاني كين كتكملي تغسلي غسيل عادي، راه زوين وظريف وبزاف يدير كسمته، تقدر ديرها مره في السيمانه او ثاني كين مره في الشهر او لا مره في الشهرين، راه دقه بطله. هذا عندنا ثاني كين هذا نديروه غير بوحده، غادي نجيبوه نطحنوه نخلطوه مع الماء سخون المسك الاسود، راه زوين بزاف للشعر. نخلطوه مع الماء سخون نزيدوا عليه معلقه كبيره ولا معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، الشعر ديالنا يكون مغسول مزيان ونخلطوه مزيان ونديروه للشعر ديالنا، نخليوه ساعه حتى جوج سوايع غير بوحده.
راه دقه بطل الشعر. انا كنت نديروه للدريات في الصالون لان انا كوافور وقريت هنايا وقريت ليه في البلاد وعندي حرفه تعلمت تنكل شحال من الناس كسميتها الحلاقه، لان علاش كنهضر لكم عندي بزاف ديال الوصفات ديال الشعر، ماشي وحده غير وحده تنقل من وحده. راه زوين بزاف هذا، ديروه مره في السيمانه او لا جوج مرات في السيمانه، زوين المسك الاسود بوحده ها تقدروا ديروه. اللي ما عندهاش زق الحمام، بصح زق الحمام تلقاوه، العفن تلقاوه على الجلد لانه هو سخون، ومن سخون كيحيد لنا هذاك كسميتها الجلد ديالنا كيكون ميت، يعني مكثره السحر من الاعصاب كل شيء. حنا غير نتعصبوا يطيروا 10 ديال كيسميته ويشيبوا 10 ديال الشعرات. كنبغي يكون موت عليكم، وهذه الوصفه راها زوينه، ويا ربي تكونوا مزيانين وتنفعكم هذه الوصفه. هاوك حشاك العفن نتاع الحمام، وهذا المسك الاسود، وها العش ديال الحمام، وها البيضات. غادي ندير لكم الوصفه نتاع السوارت، هو هذا.